أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض طلاب العلم يقولون إن التفسير مادة لا تحتاج إلى التعلم، وإن القراءة في التفاسير ومطالعتها كافية، فما صحة هذا القول؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لا بد من قراءة التفسير على عالم من العلماء المتخصصين في التفسير حتى يوضحه ويبينه، لأنه قد يأتي في بعض التفاسير أخطأ وأغلاط في العقيدة، فلا بد من قراءة التفسير على عالم من العلماء المتخصصين، ولا تغني القراءة فقط. نعم.